حالي لسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأن إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقلب في المال والأهل.